أنا الطبيب لي فرحان مقابلة، أخصائي تركيبات أسنان وجراحة فكين. عندنا المركز هنا متكامل، أسنان من أطفال، من جراحة، من زراعة، من تركيبات سنية تجميلية والغير تجميلية العلاجية. بوجه رسالة شكر لأبوي وأمي، وليس خلينا نحكي بالتعريف كأي شخص بيشكر أي شخصين هيك، بحب أشكر والدي ووالدتي، لا لا، هم أكثر شخصين كانوا مهمين بحياتي، وأكبر داعم بعدهم إجاني هو ابني أسد. هو يعني إذا الآن بشتغل على نفسي على أي إشي هو عشانه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور ليث مقابلة. بداية يسعد مساك. يسعد مساك يا ستي، كلك زو. في البداية طبعا حضرتك صاحب مجمع الأسد الطبي وبالتحديد في إربد، اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الطبيب ليث فرحان مقابلة، أخصائي تركيبات أسنان وجراحة فكين. عندنا المركز هنا متكامل، أسنان من أطفال، من جراحة، من زراعة، من تركيبات سنية تجميلية والغير تجميلية العلاجية. نعم، إيش هو سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ الحمد لله تعالى، بفضل الله، أول شيء رضا الوالدين، ثم هو متابعة التكنولوجيا بشكل كثيف. الطب ما بتوقف، العمل ما بتوقف، كل يوم بتطور الطب. لكن بنسمع كثير انه في اليوم في جهاز كذا كذا وجد، ولكن هو بيعتمد على الطبيب اللي يجيبه، على الطبيب اللي يتعلم عليه، ياخذ عليه دورات. فهو سبب تميزي، اتوقع اني سبب متابعتي الكثيف للدراسه وتطور ما في عالم الاسنان. نعم، ما هي رؤيتك المستقبليه برايك الى اي مرحله تطور علم طب الاسنان بالاردن؟ رؤيتي المستقبلية لعالم الأسنان، سوف تصبح وظيفة طبيب الأسنان هو شخص فقط لتشخيص الحالة المرضية فقط لا غير. في الآن موجود في كرسي حقه 230,000 دولار، وظيفة الطبيب فقط يعمل إيش الحالة المرضية، بس بحط الهاند بيس، هو أوريدي بيحفر، بيسحب عصب، بيعمل كل شيء. طبعا إن شاء الله مع الأيام يصير عندنا إمكانية نجيب هيك أمور، زي الآن الهوليود سمايل. بطل أكثر إشي بكرهه الشعب عندنا في الأردن، إنه بحب دكتور الأسنان، أخلص أسنان أعملهم حلو، بس ما بحب أظلني أروح وأجي بسرعة. هلأ أنا بالنسبة لي كعيادتي حلت هاي المشكلة، خلال 5 أيام مثلا نعمل هوليود سمايل، خلال ساعة فول ماوث زراعات، ساحب أصب ماكسيمم ربع ساعة وجلسة ثانية فقط لا غير. فصرنا نختصر على المريض، تعال وروح، مواعيد. نعم، نحكي شوي عن تجميل الأسنان. إيش هو الفرق بين الفينيرز والفيسنج، وأنت كطبيب إيش بتفضل أكثر؟ هسا الفينير والفيسنج والفول كرامز. أول شيء الفيسنج هي عبارة عن مادة كومبوزيت، حشوة تجميلية من دون ما نحف السن، من دون ما نعمل أي شيء، نضعها على السن الخارجي، تعطي منظر جميل، مدتها حسب الشخص من 3 شهور إلى سنة حسب عنايته بأسنانه. بالنسبة للفينيرز هي عبارة عن جهة واحدة، اللون بيكون حسب اختيار الشخص، بتم تثبيتها بطريقة معينة بمواد طبية، ولكن هذه المواد فعليا خلينا نحكي كمنطق، احنا كشرق أوسط احنا اشخاص ما بنستعمل شوكه وسكينه. فالفينير فبنلاحظ انه كل فتره ثانيه بيجيك دكتور بيقول لك انا وقع عندي سن، وقع عندي كذا، لانك ماكل سندويشه هيك. فهي للاهل اوروبا اكثر. فول كراونز اللي هي اغلب الاردن بتشتغل فيها،
اللي هو اليود سمايل كذا اللي بنعملها فول كرونز، هي ثابتة آمنة، ما بنصيب القناة العصبية، أفضل شكل شفافية وجمال بيطلع فيها. نعم، بس إيش هي شروط زراعة الأسنان وإيش الفرق بين الزراعات الفورية والزراعات اللي بتتم على مراحل؟ هسا شروط زراعة الأسنان، الزراعة الفورية هي عندما بكون عندي جذر ميت أو سن منتهي بنخلعه وبنزرع فوري، هاي هي الزراعة الفورية بشكل عام. نعم. مختصر. أما شروط الزراعة، إذا شخص عنده سكري عنده ضغط بنزرع له عظم مع الزرعة، ممكن نحتاج إنه نعطيه كمان فيتامينات وأمور، نعطيه وقت أكثر. نوع الزرعة بيختلف عنا. هسا في الأردن بشكل عام زرعات عديدة، شركات كثيرة، ولكن أفضلها هي شركة يعني مثلا بلو سكاي، ألمانية الزرعة. الحلو فيها بتعطيك كفالة بدل كامل طول العمر. الشركات الثانية بتحكيها بتكفل سنتين أو ثلاث. بالنسبة للزرعات اللي بتكون أحادية اللي هي بس زرعة واحدة محل سن مفقود واحد، نعم، ممكن تحطها من النوع الغالي ممكن تحطها من النوع الرخيص. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ بقول شكرا سيدي على نعمة الأمن والأمان اللي هي مفقودة، وأنا كطبيب جيت من أوكرانيا أعرف معنى إيش عدم الأمان اللي إحنا موجودين فيه الآن، هو الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. وأشكر على متابعة الحديث للقطاع الطبي. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بوجه رسالة شكر لأبوي وأمي، وليس خلينا نحكي بالتعريف كأي شخص بيشكر أي شخصين هيك، بحب أشكر والدي ووالدتي، لا لا، هم أكثر شخصين كانوا مهمين بحياتي، وأكبر داعم بعدهم إجاني هو ابني أسد. هو يعني إذا الآن بشتغل على نفسي على أي إشي هو عشانه. نعم، بس أنت كأستاذ محاضر بجامعة التكنو، إيش هي أهم رسالة بتحكيها لطلابك؟ لا تيأس، لا تحكي مستحيل، كل يوم حط لحالك هدفين، إذا كل يوم تعملهم أنت إنسان ناجح، لو يكون هدف بسيط فقط. والله يعطيكم ألف عافية. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ وين موقع المجمع؟ مجمع الأسد الطبي شرق دوار العيادات ب 500 متر، رقم التواصل 072-8000-843، صفحتنا على الفيسبوك موجودة، إنستغرام، سناب شات. شكرا لك، حياك الله. كل التوفيق. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الدكتور ليث مقابلي على حسن استضافتي لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا لك. الله يسعدكم. أحلى كلام.